لمناقشة الانهيار الاقتصادي في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحثة والأكاديمية في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، السلام عليكم. موقع المونيتور الأمريكي يقول إن التصنيف الائتماني للعراق لا يسمح له بالحصول على القروض، وذلك بسبب عدم ثقة المستثمرين به وتحكم الميليشيات بأغلب المشاريع التي تجري في العراق. لكن هنا، ما دلالة ذلك على الأزمة الاقتصادية الحالية في العراق؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة ما تفضلت به حضرتك السؤال، نعم صحيح هذا. لأنه أساسا هي فكرة القرض على الأساس أو الفكرة المالية كلها تذهب، يجب أن تذهب إلى بيئة الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى أن لا تذهب إلى يعني إلى الرواتب والموازنات التشغيلية. طيب. وأن تكون لديك بيئة أمنية واستثمارية مناسبة. أنت الآن كما ذكرت حضرتك أنه لا توجد لدينا بيئة أمنية، وبالتالي هنالك كثير من الجهات المنفلتة والخارجة عن القانون هي التي تسيطر على المشهد السياسي في العراق وكذلك الاقتصادي. طيب. وبالتالي أنت في هذا الوضع اللي أنت في COVID-19، وبالتالي إلى انخفاض أسعار النفط وكل هذه المشاكل، سوف لن تستطيع أن تحصل على بيئة استثمارية آمنة حتى تستطيع أن تعمل على تشغيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو أن تستحدث شيئا جديدا. فإذا هو الأمر بمجمله هو غير صحيح، وبالتالي يعني تقييم الاقتصادي غير مجدي، ويعني منا الفترة إحنا سنكون مكبلين بمشاكل اقتصادية. طيب. كثيرة. نعم. ولا يمكن الخروج منها. نعم دكتور، العراق يقترض. نعم. لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكن إلى متى سيستمر بالاقتراض؟ هل هناك سقف زمني محدد مثلا؟ يعني هو حاليا انه العراق بالكميه الانتاج النفطي اللي خلينا نقول 2,800,000 كمعدل، شويه. نعم. مرات اكثر اقل، وب 38 خلينا نقول ايضا سعر دولار، يعني ده يجينا حوالي 3,800,000,000 دولار شهريا. يعني هذا، نعم. طيب. هذا الرقم هو ليس بقليل، وبالتالي انت تستطيع كان يعني كدوله بالعراق كمسؤولين يستطيعون ان يعملوا على تكمله الرقم الباقي حتى تقريبا 4.5 مليار دولار احنا الرواتب الشهريه للحكومه يجب ان تعمل على دفعها، كانت تستطيع ان تحصلها من دائما نقول من الجهات او من الاشياء الاخرى اللي هي القطاعات الغير النفطيه، هناك اشياء كثيره ممكن ان نحصل عليها وبالتالي نغطي هذا الرقم. حتى لو فكرنا ان نعمل على الاقتراض فيجب ان يكون الاقتراض محدد، لان هذا الاقتراض سوف لن يجدي نفعا سوى فقط 3 أشهر الباقيه، يعني احنا الان بشهر ال 11، يعني شهر ال 12 ويمشينا خلينا نقول الشهر الاول من السنه 2021، بالنتيجه انه احنا يعني بدنا نصل الى فد مرحله الى باب مسدود لا يوجد حل، يعني عمليه الاقتراض هذه ايضا سوف لن تجدي نفعا سواء بما استحدث من قانون اقتراض داخلي او سواء التفكير بالقانون الاقتراض او الاقتراض خارجيا من صندوق نقد الدولي وجهات دوليه اخرى. نعم دكتوره، يعني نعم. مثل ما تفضلتي حضرتك، النفط يدخل 3 مليارات دولار شهريا، قيمه الرواتب 4.5 مليار دولار، صحيح هذه الارقام اللي اذكرها؟ طيب، هناك ما يقارب من 4 ملايين موظف، اذا ما تحدثنا عن الحلول، هل الحلول يتم بتسريح الموظفين؟ وهذا طبعا أشار إليه بصورة غير مباشرة مصطفى الكاظمي حيث قال إن هناك 4 ملايين موظف، هل الحل يكمن في تسريح بعض الموظفين مثلا؟ لا أكيد. أنت حاليا الموضوع بالشكل التالي، يعني هو أنت لا تستطيع تسريح العمال الموجودين عندك، ولكن طيب. في نفس الوقت أنت عملت على زيادة عدد العاملين الموجودين عندك ما بين 2016 إلى 2020 بنسبة متزايدة، يعني أكثر من اللازم وبرقم غير متوقع، يعني الرقم الذي كنا عليه في 2016 يختلف تماما عن 2020. طيب لماذا هذه الزيادة؟ هذه الزيادة جاءت نتيجة لعدم وجود تخطيط
لعدم وجود تخطيط صحيح، وبالتالي يستطيع العراق كان ينأى بنفسه عن هذه المشاكل. هذه المشكلة جاءت بزيادة عدد خلينا نقول الفضائيين، ممكن خلينا نقول ببعض الناس الذين ادخلوا الى سوق العمل، ولكن عددهم جدا قليل في الحقيقة. لكن وجود ارقام وهمية هي التي جعلت من هذه المشكلة اساسا احنا نحن بها الان. هذه المشكلة سوف لن تحل الا اذا يتم اعداد واحصاء كل وزارة ما موجود فيها من عدد موظفين، وكما اشرت سابقا انه لا يوجد منصة ارقام صحيحة لكل ما هو موجود في دولة العراق. يعني بمعنى الرقم الذي ذكرته حضرتك انه 4 ملايين موظف، هنالك مصدر دولي يشير الى وجود حوالي 7 ملايين موظف، وهنالك مصدر اخر يشير الى اكثر من ذلك. اذا تضارب هذه الارقام كلها تعطينا على وجود هنالك خطأ، وبالتالي وجود هنالك اعداد وهمية، وهذه هي المشكلة التي آلت اليها الى يومنا هذا. نعم. طيب دكتورة، هل ستضطر الحكومة الى طباعة عملة لسد العجز المالي؟ طبعا اعتقد هذا يقود الى التضخم، صحيح؟ تمام. طيب. صحيح. نعم. هل ستضطر الى طباعة عملة مثلا كما حدث بعد الـ91؟ نعم، يعني انت ايضا تمويل بالعجز، سياسة تمويل بالعجز يعني هي سياسة كنزية اقتصادية، وبالتالي انت تلجأ الى هذه العملية يعني لبعض الاشهر وليس منفتحة، وبالتالي لان مثل ما ذكرت حضرتك راح تسوي تؤدي الى تضخم، وبالتالي تؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للمواطن، وسترجع الى المربع الاول، هو انك سوف لن تستفيد شيئا من هذه العملية اللي هي عملية طبع النقود، فقط تستطيع ان تعمل على تسيير الاقتصاد لفترة زمنية قصيرة، ولكن واقع الحال يشير والواقع العلمي والاقتصادي انك لن تتبع هذه السياسة الا اذا انخرجت الامور بشكلها يعني الغير ممكن ان نسيطر عليه. نعم. حتى نستطيع ان نلجأ الى هذه السياسة. نعم. من عمان الباحثة والأكاديمية في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.